كمية التحرك. إن كمية التحرك P هي مقدار اتجاهي يتعلق مباشرة بكل من سرعة الجسم V وكتلته M، وتظهر كمية التحرك عند تأثير الجسم المتحرك على جسم آخر يحاول إيقافه، حيث P يساوي MV. ونيوتن فسر قانونه الثاني معتمدا على P، حيث مجموع F يساوي dP على dT ويساوي dmv على dT ويساوي mdv على dT ويساوي ma. لاحظ أن A يساوي dV على dT. وكما أننا نستطيع التوصل إلى مفهوم كمية الدفع المؤثر على جسم يتعرض لتأثير متوسط القوة F خلال زمن هو T، وذلك عند دراسة حركة جسم بتسارع منتظم كما يلي: F يساوي MA، ومنه A يساوي F على M، V يساوي V0 زائد AT، ومنه V يساوي V0 زائد F على M T، ومنه MV ناقص MV0 يساوي FT، حيث أن المقدار MV ناقص MV0 هو عبارة عن التغير في كمية التحرك. إذن دلتا P يساوي FT، وهذا يشير إلى أن متجه كمية التحرك باتجاه متجه القوة، أما الكمية FT فتسمى بالدفع. ونؤكد هنا أن القوة F هي متوسط القوة المؤثرة خلال الزمن T. لكي يلتقط الولد الكرة المتجهة نحوه، عليه أن يبذل قوة تصد كمية تحركها وتوقفها، ولكن الكرة عند ارتطامها بيده تبذل بدورها قوة تغير كمية تحرك يده، وكمية التحرك التي تكسبها يد الولد تساوي كمية التحرك التي تخسرها الكرة، وتزداد كمية التحرك بازدياد كتلة الجسم وسرعته.